ترد على أهل بلدك. واحد منهم يستطيع ضربه، واحد بمفرده يستطيع ضربه، لكن أنت تضربهم كلهم وأنت في حجرتك، تضربهم كلهم وأنت في حجرتك. فأنا أنصح بالتأليف، جزاكم الله خيرا، صحيح. وأيضا التأليف المبتدعة يخافون منه أكثر، يخافون منه أكثر. لماذا؟ لأنه يبقى أنت ستموت والأشرطة التي تنشر قل إنها ما أكثر المسلمين الذين يريدون في الأمور التي هم التي تمس به يمر بك ويقول كيف أصبحت، كيف أمسيت، وآخر يمر بك ويضرب حتى البودة حتى السيارة، وآخر يمر بك ويقول بيده هكذا. يا أخي فأنت محتاج إلى هذه الأمور أن تكتب فيها، تبسط لهم الدين وتحذرهم من هذه الأمور، من هذه الأمور غير ذلك. آخر تكون مع أهلك، ما في بيتكم، ما تدري له والسلام عليكم، تدخل فتح الباب وتدخل والسلام عليكم. ما من هذه الأمور يعني يا إخوان، خصوصا في بلدنا أمور صحيح أصبحت معتادة وجارية بين الناس، فهي تحتاج إلى جهد وإلى تأليف ودعوة. حتى ماذا يا إخوان، حتى بارك الله فيكم تنتشر السنن، والحمد لله. أنا أعتقد أن انتشار السنن ها هنا في اليمن بسببين، أعتقد هذا، ليس بالخطابة وليس بتنقل مقبل في المساجد، ليس بالخطابة وليس بتنقل في المساجد مقبل في المساجد بسببين. السبب الأول هو التأليف. السبب الثاني الإخوان الطيبين أو الإخوان الطيبون الذين تدرك الله بهم يخرج والحمد لله مستفيدا وأيضا معلما. أين درست؟ أين درست؟ يقول درست. وأيضا نحن مبصرون، نحن مبصرون في ماذا يا إخوان؟ مبصرون بارك الله فيكم في صحيح الاهتمام بمن أتى إلينا. لو أنه يأتي إلينا الشخص ويبقى 4 أيام أو 5 أيام وما يرجع إلا وقد استفاد، وقد استفاد ماذا؟ صحيح لرأيتم إقبال الناس على السنة أكثر وأكثر وأكثر أكثر. ومن أجل هذا فنحن محتاجون إلى ترتيب أوقاتنا وإلى ماذا؟ الاهتمام بإخواننا الزائرين الذين يأتون ونشغل أوقاتنا بما ينفعنا وينفع إخواننا الزائرين. صحيح إخواني بالله، كان من جملة ما سئلت عنه في المباحث في الرياض، ما سبب انتشار السنة؟ يعني أذهلت الناس وهم في مكة، وهم في الإخوان في المدينة، أذهلت الناس انتشار السنة. فقلت والله وهو صحيح ولا الآن أقول، فقلت والله إن هذا أمر قد حيرني، ما أدري ما سبب انتشارها، إن هذا أمر قد حيرني. لكن الذي يظهر لي أن طالب العلم يأتي ويبقى قدر أسبوع ويتعلم ماذا عند إخوانه، ما يرجع بعد الأسبوع إلا وقد استفاد، ودعاه ناسا آخرين وعلمه ناسا آخرين. وهكذا أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأة سمع مقالتي فآفوها ثم أدها كما سمعها، فلن يستطيع واحد بمفرده أن يقوم بجميع ما يحتاج إليه طلبة العلم، لا يستطيع واحد بمفرده. المسألة تحتاج إلى تعاون، رب العزة يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وينبغي أن يعلم، أن ليس المسألة أو ليست الدعوة دعوة مقبل ولا دعوة فلان، هي دعوة الله. من أحب أن يساهم في هذا الأمر بتعليم إخوانه وبرعاية إخوانه، الإخوان محتاجون إلى الرعاية، والله المستعان. أعطني يا أستاذ كبير وكذلك.
هذا جائز وهذا جائز، لكن الذي لا يأخذ حقوق الطبع ربما يكون أبلغ في كتابة ما يريده. لماذا؟ لأن الذي يأخذ حقوق الطبع لازم يراعي أصحاب المطابع، ويقول إذا ذكرت هذه الكلمة لا أدري أيطبعها لي أم لا يطبعها. نعم هذا واضح، ربما صعب أنت تريد أن تنتقد مطبعة أو تريد أن تنتقد دولة أو تريد أن تنتقد كذا وكذا، فصاحب المطبعة ليس مستعدا أن يضحي بعلاقته مع المطابع الأخرى والمكتبات الأخرى من أجل رسالتك أو من أجل كتابك، وليس مستعدا أن يضحي بمكتبته أو مطبعته بجانب يعني الدول من أجل كتابك ومن أجل مات. فالذي يظهر لي أن الذي لا يأخذ حقوق طبع هو أولى، ويستطيع أن يتكلم بصراحة ويكتب ما يريد هو أولى، والله المستعان. على أن ذاك جائز، هذاك جائز أيضا لا بأس، لكن ما يقول يا إخوان، ما يقول إذا طبع كتابا وجاء أخ من مصر وقال الكتاب هذا ليس مطبوعا عندنا في مصر نريد أن نصوره، لا يقول حتى تعطي حقوق الطبع ويصوره. المهم ماذا؟ المهم هو نشر العلم، وأنا أستفيد أيضا حيث أنني لم أخذ حقوق الطبع أستفيد. ما هي الاستفادة؟ أنني لا أشغل بالمراجعات، مراجعات يلزمني أن أراجع أول مرة والثاني مرة وثالث مرة حتى أقول لهم ماذا أطبعوا، لكن لما أنا أعطيهم أقول لهم إن طبعتم طبعة طيبة وإلا فسأعطيه مطبعة أخرى وتخسرون. ما يمكن في اليوم الثاني أو اليوم الثالث أرسلوا به إلى مطبعة أخرى وتخسرون، ويخسرون إذا قد طبعوا يعني قدر 20,000 10,000 وهكذا ويطبع طبعة جديدة أخرى يخسرون، فهم يهتمون بهذا. فأنا أوفر علي وقتي مقابل أنني لا أخذ حقوق الطبع، والحمد لله أنصحكم بهذا أيضا. طيب إخواني في الله، ثم يقول مسلم قال كان أول من يصيبه نفع ذلك رياية خاصة قبل غيره من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المؤمن معالجة الكثير. نعم إخواني بالله، أنتم تقرؤون في ماذا؟ في تراجم بعض المحدثين ويقولون مقل متقن، متقن مقل، يقولون متقن المقل، وتقرؤون في تراجم بعض المحدثين فيقولون مكثر مخلط. من أجل هذا فأنا أنصح طالب العلم ألا يكلف نفسه وألا يحمل نفسه فوق طاقته في الحفظ ولا في الأعمال العلمية. الأعمال العلمية لا بد أن تجعل لك وقتا تستريح فيه ويرتد عليك يعني فكرك، يرتد عليك فكرك وهذا. وكما يقولون من أراد العلم كله تركه كله، من أراد العلم كله ظاهر من قول الزهري تركه كله. فطالب العلم لا يحمل نفسه ما لا يطيق لا في حفظ. ومن ثم دروس المدارس المسلمون فيها مسيرون لا مخيرون. كيف ذاك يرقمون على الطالب 12 مادة أو يرقمون عليه 14 مادة، ثم بعد ذلك يتشوش عليه ما يستطيع بمولادة ولا ذاك ماذا ولا ذاك، وينتهي صاحبنا وهو على جهله لا يستطيع أن يعبر عن معلوماته. هذا إذا كان مجتهدا ما ظنك ما
كله خير، هذا وهذا. لا 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 شكر الله، ما يشكر الله. قال رحمك بارك الله فيك. وقال ولا سيما عند من لا تمييز عنده من الأوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد الكثير. طيب، وهكذا طالب العلم الذي يريد أن ينفع المسلمين ويحدث يحفظ من الصحيحين أو من رياض الصالحين ويستعين بالله، الله المستعان. أما أن يحفظ من أي كتاب ويقوم يلقي على الناس كما هو شأن جماعة التبليغ وشأن الأزهريين وشأن ماذا يا إخواننا كثير من الإخوان المسلمين الآن السنة عندما ضربتهم وقرأتهم السنة أصبحوا يدرسون في نيل الأوطار ويدرسون الحمد لله في غير نيل الأوطار. هذا بعدما كانوا بالأمس يقولون شغلت أنفسكم بالصحيح والضعيف. والله الحمد لله، الحمد السنة السنة الصحيحة يا إخوان أنها حددت خيرا كثيرا للإسلام، السنة حددت خيرا كثيرا للإسلام، والفضل في هذا لله وحده. فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاثة
طبقات من الناس على غير تكرار. يدل على ماذا يا اخوان؟ على ان الامام مسلما هاضم للفن الذي يريد ان يكتب فيه، فهو يعرف الصحيح وما يليه والاحاديث الضعيفه. الله المستعان، بخلاف نحن ما نحن عليه، ما نحن عليه، فماذا حالنا في كتابتنا كحالة الذي يعشي، الذي يعشي عشاء، يأتي عشاء في الليل، ما هو يعني لا ورى مرة ولا يعني صحيح يتهمس هكذا، فنحن نتهمس نكتب هكذا من ها هنا ومن ها هنا. أما أولئك فيكون العلم في صدورهم ويكتبون من صدورهم، والله المستعان. يعني الله استفاد من كتاب صحيح البخاري، وكذلك أيضا قال غيره أنه استفاد من صحيح البخاري من على غير تكرار، وهو تلميذ البخاري. والله ياتي موضع لا يستغنى فيه عن زيادة حديث، فيه زيادة معنى، ها؟ لا ياتي موضع، ها؟ طيب، نقسمه على ثلاثة أجزاء مثل طبقات من الناس على غير تكرار. إلا أن يأتي موضوع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة، نعم، معناه، وهذا قليل في صحيح مسلم التكرار. حتى قال بعضهم: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تفضلوا؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. لو طيب، أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث كان، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عصر، وهذا شأن البخاري أنه يفصل ويختصر الحديث من جملته، فإعادته بآياته إذا ضاق ذلك أسلم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى: فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوه. لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش. اختلاف شديد يفيد أن الاختلاف اليسير لا يضر وأنه يوجد، ولا تخليط فاحش، التغير أيضا لا يعني التغير ماذا إن كان مما أخطأ فيه، وإلا فيقبل الحديث. فرق بين الاختلاط والتغير: إذا قالوا فلان مختلط فمعناه أنك تتوقف في حديثه إلا إذا علمت أن الراوي
روى عنه قبل الاختلاط، أما إذا قالوا تغير بآخره فماذا؟ فأنت تنظر هل هذا الحديث مما أخطأ فيه مما جعل في مناكيره أم لا. قال: فإن كما قد عذر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم، فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أقطعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف في الحفظ والإتقان، من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المتقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر ستر وستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء ابن السائب مختلط. فمن راح عنه قبل الاختلاط قبلت روايته كحماد بن زيد وشعبة وسفيان الثوري، وحماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط وبعده، ويزيد بن أبي زياد كذلك تغير أو مختلط، وليد بن أبي سليم اختلط بآخره فلم يتميز حديثه، لم يتميز من روى عنه قبل الاختلاط وبعده، فعلى هذا يتوقف في حديثه. نعم، ما حاله؟ هو الظاهر اختلط. طيب، هنا يقول الحافظ نزلته، قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي، وأغرب النووي فذكر في مقدمة شرح صحيح مسلم ترجمة يزيد ابن طيب ترجمة يزيد بن أبي زياد الدمشقي المذكور قبل هذا والترجمة قبل هذه الترجمة، وزعم أن مراد مسلم. طيب، بقوله يزيد بن أبي زياد وفيه نظر لا يخفى، يقصد الحافظ أن هذا هو الهاشمي للدمشقي، فلينظر أيهما أضعف، كلاهما ضعيف، الهاشمي والدمشقي كلاهما ضعيف، لكن لينظر في الميزان أيهما أضعف. قال أبراهيم أن ليث بن أبي سليم فقد جاء في ميزان الاعتدال في ترجمته أنه كان يؤذن في الضحى، قال أضرابين أي أضراب عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم، ومع هذا حتى ولو كان لا يغرب أروى عنه قبل الاختلاط أو بعده فهو يصلح بالشواهد والمتابعات لأنه لم يتهم بكذب في الأصول. ما روى في الأصول فيما أعرف. قال أبراتهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فهم إن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا
ثانية، ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة، طيب لأن هذا عن الدرجة الرفيعة وخصبة سنية الذي هو الرواية عن المتقدمين الثقات الأثبات، ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمر، وازنتهم بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل ابن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة، وجدتهم مباينين لهم. إيه نعم، الذي شغلني اذهب واجعل أمامهم سترة يا محمد. إيه نعم، طيب خير إن شاء الله. خلاص، وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم. لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك الذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش، وأيهما أحفظ وأخانا لا يا أبني محمد، منصور والأعمش أيهما أحفظ؟ ومنصور أتقن، وإذا اختلف فمن يقدم منهما؟ قدم منصور. خيرا إن شاء الله. سفيان وشعبة أيهما أحفظ وأيهما أتقن؟ وإذا اختلفا فمن يقدم منهما؟ سفيان. قالوا هكذا فقلنا هكذا، وقالوا هكذا فقلنا هكذا. خيرا إن شاء الله. ها؟ لا سفيان، لأن شعبة قال هو نفسه إذا خالفت سفيان فالقول قول سفيان. أما بعد الأئمة فلا، ولم يذكر شيء عن الأئمة، فيجاهد المتأخرون من كان أهلا لذلك، من كان أهلا. أما ذو الأهواء فاجتهادهم يرمى به بين الروث. نعم، يرمى به بين الروث ذو الأهواء مثل محمد الغزالي وحسن الترابي ومن جرى مجراهما يرمى به بين الروث. لا نقول يضرب به بين الحائط، بل يرمى به بين الروث. دمشق أضعف. طيب جزاك الله خيرا. نعم، من قال الظاهر أنهم مجمعون على هذا، إلا أن بعضهم قال الأعمش يقدم في إبراهيم والبعض لم يرتضي، والظاهر أن منصورا مقدم على الإطلاق. احنا قرأنا هذا في كتاب ماذا، شرح للحديث بالترمذي لابن رجب، في ملحق شرح الحديث لابن رجب على الترمذي. نعم. ماذا؟ الذي هو؟ اي طيب جزاك الله خيرا. اذا اختلفا كيف إذا اختلف؟ كيف إذا اجتمع؟ ما إذا اجتمع فلا أي شيء نقدم هذا وهذا. طيب خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: هذه يا أخوان لطلبة العلم مفيدة جدا الذين يتقون.